السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا على قناتنا طقس الفلاح. تحية طيبة للجميع وتحية طيبة للجميع متابعينا عبر تراب الوطن. مشاهدينا الكرام، يتوقع هذا المساء ان شاء الله امطار خير تدخل المملكة، وكذلك امطار قادمة اخرى ان شاء الله. سوف نقدم لكم كل شيء بالتفصيل اخواني الكرام، فالمرجو مشاهدة الفيديو الاخير لكي تعرفوا التفاصيل. ويتوقع ان شاء الله اخواني الكرام هذا المساء اضطرابات وامطار ان شاء الله حاضرة على المملكة ان شاء الله في الفترة المسائية من اليوم، والمناطق المعنية فهي كالتالي: امطار حاضر على طنجة وتطوان، اصيلة، العرائش، شفشاون، للميمونة، سيدي علال، تازي والرباط، الدار البيضاء، بن سليمان، المحمدية، سلا، وكذلك القارة، برشيد، سطات، ولد فرج الجديدة، والوالدية، سيدي بنور، اليوسفية، خميس ولد الحاج، وبن قرير، والصويرة إن شاء الله، وإيمنتان، وفؤاد داود، مع أجواء غائمة إخواني الكرام كما تشاهدون في هذه النشرة المفصلة، أجواء شبه غائمة على معظم مناطق المملكة إخواني الأعزاء. الفترة الليلية سوف تستمر هذه الاضطرابات الجوية وأمطار الخير على المملكة إخواني الكرام، مع انخفاض الموسم في درجات الحرارة، وأمطار كذلك متواصلة إن شاء الله في الفترة المسائية على طنجة وتطوان، وكذلك أصيلة والعرائش، فشاون، والزل، الميمونة، سيدي علال، تازي، وسيدي سليمان، قرية أبو محمد، وفاس، ومكناس إن شاء الله، والرباط، الخميسات، والماس، الروماني، بن سليمان، الدار البيضاء، القارة، برشيد، سطات، وخريبقة، والبروج، وبن قرير، تساقطات معتبرة إن شاء الله. بالنسبة للفترة الصباحية من يوم الأربعاء يتوقع كذلك دخول اضطراب جوي آخر إلى المملكة بحول الله، مع أن يكون أمطار عاصفية إخواني الكرام. والمناطق المعنية بدأت التساقطات المطرية في صبيحة يوم الأربعاء فهي كالتالي: أمطار حاضر على طنجة وتطوان وأصيلة، العرائش، شفشاون، وزال، للميمونة، سيدي علال، تازي، وإساقن، وكذلك سيدي سليمان، الرباط، سلا، بن سليمان، وكذلك الدار البيضاء، والمحمدية، والجديدة، ولاد فرج، والوالدية، وأسفي، وسيدي بنور. هذه المناطق سوف تعرف اضطرابات جوية، مع احتمال أن تكون بعض الرياح القوية إخواني الكرام. الفترة إن شاء الله بعد الزوال فيتوقع استمرار التساقطات المطرية على المناطق هضاب الفوسفات، وكذلك سطات واليوسفية، تبقى أمطار ضعيفة إخواني الكرام، مع أمطار الرعدية على مكناس والخميسات، وكذلك فاس وقرية أبو محمد وتاونات، والميمونة والعرائش، وكذلك أصيلة وشفشاون وتطوان وطنجة بحول الله، مع احتمالية عودة الاضطرابات الجوية القوية خلال الفترة التي سوف نقدم لكم في هذا الفيديو. خلال يوم الخميس تقدم منخفض جوي آخر وسيؤدي إلى أمطار جد غزيرة وقاصفية إخواني الكرام. وبداية من الفترة الصباحية إخواني الكرام، سنبدأ بالفترة الصباحية، فهذه المدن هي التي مشمولة بالتساقطات المطرية على بلفاع، تيزنيت، وأكادير إن شاء الله، وكذلك عيد داود، الصويرة، شيشاوة، خميس ولد الحاج، واليوسفية، وأسفي، والوالدية، وسيدي بنور، وولاد فرج الجديدة، وسطات، برشيد، القارة، الدار البيضاء، والمحمدية، وابن سليمان، الرماني، والرباط، الخميسات، سيدي سليمان، سيدي علال، تازي، وللميمونة، وزان، وكذلك شفشاون وتطوان وطنجة وأصيلة وإساقن وتازة إن شاء الله، وقرسيف وتوريت وسكورة مداز وإفران وتالة إخواني الكرام، مع انخفاض في درجة الحرارة وتشكل إخواني الكرام بعد الرياح النشطة والقوية إخواني الكرام، قد تصل سرعتها إلى أزيد من أكثر من 70 كيلومتر إخواني الكرام، لكن في الفترة المسائية قد تصل إلى أزيد من 80 كيلومتر في الساعة، رياح قوية على المناطق الشرقية والمناطق شمال الغرب، مرتفعات الأطلس، مرتفعات الريف، والجنوب الشرقي، والأقاليم الجنوبية للمملكة. وهذه الأمطار سوف تمتد لعدة مدن أخرى إن شاء الله تدريجيا في الفترة بعد الزوال يوم الجمعة على عدة مدن والمناطق المعنية فهي كالتالي إخواني الكرام: تساقطات إن شاء الله ضعيفة إلى معتدلة على تيزنيت وتوريرت، وأكادير تبقى ضعيفة ومتفرقة، أمطار حاضرة على شيشاوة، وكذلك بعض الأمطار كذلك على مراكش، قلعة استرغنا، أكادير بوعشيبة، بن قرير، والبروج،
أسفي والوالدية ولاد فرج وكذلك ابني ملال زوج الشيخ واتزم وخريبقة والقارة وبرشيد وسطات. بغيت ربي يسعلك مستوى دعمونا بلايك رجلتكم بخير. أمطار حاضرة كذلك على الدار البيضاء والمحمدية بسليمان الروماني والماس الخميسات الرباط سيد سليمان سيد علال التازي مكناس فاس وقرية أبو محمد وزان للا ميمونة وكذلك تاونات وتالا وأساقن وأكنول والحسيمة والدريوش وتطوان مع تساقطات مطرية رعدية. إخواني الكرام نشرة جوية مفصلة كذلك على مناطق طنجة أمطار متواصلة على أصيلة والعرائش وللا ميمونة والجهة الشرقية ستعرف بعض الاضطرابات الجوية للتوريد وغرسيف إن شاء الله وتباينت إن شاء الله مع احتمالية في الفترة الليلية. الفترة الليلية سوف تستمر أو الفترة المسائية إخواني الكرام سوف تستمر هذه الأمطار إن شاء الله مع احتمال تساقطات ثلجية على تباينت وكذلك أمطار حاضرة على أكادير بوشيبة وأزيلال بني ملال وتونفيت زوج الشيخ وخنيفرة وإفرانس كورة مداز وتهالة وفاس ومكناس والماس والخميسات وكذلك قرسيف وتازة وتهالة وتاونات وإساقن وشفشاون أصيلة العرائش طنجة تطوان والمناطق المجاورة. اضطرابات وأمطار متواصلة على المملكة كذلك على الجهة الشرقية بعد التساقطات المطرية على قرسيف وتوريت وجرادة ووجدة إن شاء الله. كذلك يا إخواني الكرام خلال يوم السبت في الفترة الصباحية فمن المتوقع استمرار الأجواء الغير مستقرة على تازة وباب برد وسوف ندرج لكم كذلك النموذج الأمريكي والألماني هل متفقان بدخول هذه التساقطات المطرية إخواني الكرام أم لا خلال الأيام القادمة. بالنسبة للفترة المقبلة إخواني الكرام يوم الأحد والاثنين وكذلك الثلاثاء فمن المتوقع كذلك إخواني الكرام سيطرة قوية للمرتفع الجو الأزوري. والآن سننتقل للنموذج الأوروبي والأمريكي مشاهدين الكرام لنرى هل النماذج متفقة بدخول هذه الاضطرابات. بالنسبة لهذا المساء فالنماذج متفقة بدخول هذه الاضطرابات الجوية على المناطق التي ذكرنا لكم مشاهدين الكرام. بالنسبة للنموذج الأمريكي ليوم الأربعاء فيشير لدخول هذه الأمطار كذلك إن شاء الله خصوصا على المناطق الشمال الغربي للمناطق التي ذكرنا لكم إخواني الكرام المناطق الغربية إن شاء الله. بالنسبة خلال الأيام المقبلة المنخفض الذي كان سيدخل المملكة بالفعل إن شاء الله والحمد لله أمطار خير وبركة يشير لها كذلك النموذج الأمريكي على عدة مدن وعدة مناطق إن شاء الله على طنجة وتطوان أصيلة والعرائش شفشاون للميمونة سيدي علال التازي قرية أبو محمد تاونات إيساقن وكذلك الرباط سيدي سليمان الخميسات مكناس وفاس وأمطار حاضرة على بن سليمان الدار البيضاء برشيد القارة واتزم خريبقة دار بداء والرباط ولد فرج الجديدة أمطار غزيرة إن شاء الله سيدي بن نور واليوسفية بن قريس سيدي بوعشمان خميس ود الحاج وآسفي وصويرة وعيد داود بولفاع وأكادير إن شاء الله بعد التساقطات المطرية. في الفترة بعد الزوال سوف تستمر هذه الاضطرابات الجوية والأمطار الخير إن شاء الله على عدة مناطق وعدة مدن من المملكة ومع احتمالية استمرار الأجواء الغير مستقرة على المناطق التالية على قرسيف وكذلك تازة إن شاء الله وفاس وباب برد وتطوان والعرائش وشفشاون وكذلك للا ميمونة والفنيدق والمضيق وتطوان والقنيطرة وسيدي علال التازي سيدي سليمان قرية أبو محمد فاس تاونات وزان الخميسات الرباط وكذلك الدار البيضاء بن سليمان برشيد ستاتش القارة وخريبقة واتزم زوج الشيخ خنيفرة وكذلك أولاد فرج وبن قرير واليوسفية قلع سراغنا سيدي بوعشمان أكادير بوعشيب ومراكش شيشاوة بن قرير وأزيلال وكذلك بن ملال. أمطار غزيرة وقوية إن شاء الله متواصلة على المملكة وسوف نقدم لكم تراكمات الأمطار المتوقعة إن شاء الله بهذه المناطق. الفترة الليلية يتوقع استمرار ثلوج كثيفة إخواني الكرام على المرتفعات الأطلس على تبانت وميدلت وبن ملال وكذلك خنيفرة والرباط وسيد سليمان العرائش ببرد ووجدة وتطوان. خير كبير قادم نحو المملكة إن شاء الله واستمرار الأجواء الغير مستقرة. بالنسبة خلال الأيام القادمة إخواني الكرام فيشير النموذج الأمريكي إلى الأجواء التالية. سننتقل إلى النموذج
الألماني إخواني كرام. النموذج الألماني يشير كذلك لدخول هذا المنخفض يوم الجمعة إن شاء الله بأمطار خير وبركة، أمطار غزيرة إن شاء الله سوف تشمل عدة مناطق من المملكة إن شاء الله إخواني الكرام. تساقطات مطرية معتبرة وغزيرة على عدة مدن من المملكة مع تشكل بعض الرياح القوية وأمطار إن شاء الله حاضرة تطوان وطنجة وببرة سليمان الرباط سطات خريبقة وخنيفرة وبن قرير وكذلك الدار البيضاء والجديدة وأصوير إن شاء الله وتساقطات ثلجية بحول الاضطرابات غزيرة قادمة نحو المملكة ابتداء من يوم الجمعة إن شاء الله سوف تشمل عدة مناطق وعدة